أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا وقع الذباب في إناء، فهل إذا أرقت الماء لأجل كراهية سقوطه فيه يعتبر رد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت أنت تكرهه اتركه لغيرك، اتركه لغيرك ينتفع به أو يغسل به شيء، أو لا تهدر الماء، ربما أنه يحتاج للغسيل، يحتاج أحد يشربه، ما فيه ماء، الماء قليل، أنت ما تجبر أنك تشربه، لكن خله لغيرك. نعم.